خوف، الخوف وعدم الشعور بالأمان من الاتصال مع الآخر. أحكي عن نفسي، أنا قبل 10 سنوات عندما وصلنا إلى أمريكا وأنا خريجة وأحمل شهادة الدكتوراه من أرقى جامعات العالم، تعتبر كانت جامعة بغداد قبل السقوط. فلما جينا يعني إحنا ماخذين فكرة أنه الأمريكان هم the genius، يعني قوم يقولون ولا يخطئون، قوم يعرفون كل شيء. وبالحقيقة لما احتكينا من خلال العمل والاتصال مع الأمريكان لقيناهم مو يعني ناس طبيعيين، يمكن أن يغلطون ويمكن أن يكون غلطهم مقبول ويمكن يكون غلطهم غير مقبول، حالهم حالنا. فخفض هاي الدرجة، هذا إجا من الاحتكاك، هذا إجا من الاتصال الاجتماعي عن طريق العمل، عن طريق المدرسة، عن طريق العمل الفولنتير. هنا الجميل في هذا البلد اللي يتقبله هو العمل الفولنتير اللي هو العمل الطوعي. عمل الطوعي هذا ينطي الكثير من المردودات ما عدا يمكن المردود المادي، ينطي الكثير من تقوية الشخصية، تقوية اللغة، تعريف بالنفس العربية مثلا داخل المجتمعات الأمريكية. كثير من الأشخاص الأمريكان يميلون إلى مجتمعاتنا بعد التعرف عليه من خلال الحديث، من خلال الحوار، من خلال نقل أفكار، من خلال تغيير الصورة السلبية اللي يحملوها هؤلاء الأفراد عنا، بأن إحنا ناس لحد الآن نسير على الجمال ولا نعرف الحضارة، وناس متعصبين وناس قاسين. لا، هنالك الكثير من الأشياء اللي يجب أن يتعلموها عن مجتمعاتنا. هذا التعلم يأتي بالتبادل، التبادل بالخبرات وبالعمل وبالاتصال. فالاتصال هو ضروري وواقعي عندما يكون مقنن، عندما يكون يعني مدروس، عندما يكون هنالك هدف وحاجة من هذا الاتصال. لما أني أكون علاقات ودية مع الآخرين، إنما أعكس أني شخصيتي وتربيتي وثقافتي وتاريخي اللي حملته من بلدي إلى هذه البلاد الجديدة. لذلك راح نشوف أن أغلب اللاجئين نتيجة للخوف من هذا الكلام كله يتكتلون مع بعضهم في مجتمعاتهم. فمثلاً لاحظ إحنا العرب ديربورن متجمعين مع بعضهم، شوفون يعني أقصد مثلاً الأخوة اللبنانيين مع اليمنيين، قليل من العراقيين. هنالك في المنطقة اللي نسكن فيها كذلك الأخوة المسيحيين مجتمعين مع بعضهم. هذا التجمع يعطي الإحساس بالأمن، والإحساس بالأمن هو إحدى الحاجات الضرورية الماسة جداً لحياة الإنسان. كما تعرفون حضراتكم يمكن سامعين بهرم ماسلو للحاجات الاجتماعية. هذا ماسلو عالم وضع هرم، خلى قاعدة الهرم هي الشعور بالأمن. الإنسان عندما يشعر بالأمن يستطيع أن يفعل ما يشاء، يعني كأنها قوة تدفع إلى الأمام، تدفع إلى التجربة، تدفع إلى الاختراق الآخر. لمن هو يشعر بالأمان داخل هذا المجتمع رح يقدر، وعندما ينفذ طبعا القوانين اللي توفر له هذه الأمان، لمن رح يلتقي مع الآخرين رح يتحدث بشكل قوي، رح يسعى للتعلم بشكل قوي، رح يتنافس على الأعمال بشكل قوي. فهي حاجة ضرورية للإنسان. طبعاً من أهم أيضاً السلبيات اللي صارت بالجانب الاجتماعي للتكيف هو حدوث حالات كبيرة وكثيرة من الطلاق، وأغلبها طلاق غير مبرر، يعني نتيجة لاستغلال القوانين والأنظمة الموجودة في البلد اللي يستغلها بعض الأزواج لتحطيم الأسرة. وللأسف يعني هذا النوع من التكيف قد يكون السلبي أيضا، لأنه هو ليس تكيفا بمعنى دقيق، إنما هو نوع من التلاعب بالقانون. الجانب الصحي طبعا أيضا، في بعض حضراتكم راح تشوفون أغلبية اللي جايين من مجتمعاتنا إحنا العربية، إحنا بلادنا العربية أغلبها حارة. فلما نهاجر إلى البلدان الباردة ورا فترة يبدي الشخص يشكي من آلام بظهره وآلام بمفاصل وآلام
يعني وفيروسات وتطلع لأشكال الأمراض العجيبة الغريبة اللي يتعجب يقول أنا كنت في بلادي. إحنا مثلا بالعراق نقول إحنا حروب ما أثرت بينا ومصايب سودة ما أثرت بينا، بس هنا جينا شعرنا بكذا وكذا. الحالة الصحية مهمة جدا في التكيف. الحالة الصحية اللي هي تشمل الحالة الجسمية والحالة النفسية، عند التفكير الكثير بماذا أفعل، بماذا سيكون كذا 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 كذا، هذا يترك آثار النفسية وبالتالي يترك على آثار الجسم كذلك. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أنه الإنسان دائما يعني اللي هاجر من مكان إلى مكان هرموناته وطبيعة تكوين البيولوجي يختلف حتى يتكيف مع البيئة الجديدة اللي يعني فيزيائيا يتكيف بها، فيبدي جسمه يتعود على درجة البرودة وعلى درجة الحرارة كذلك. طبعا الأخ ده يقول لي راح ينتهي بس أكو كثير من الكلام. أهم الأشياء اللي ساعدنا على التكيف هو أن الرغبة الحقيقية بالانتماء إلى المجتمع، الشعور بالأمان والاطمئنان وهي من الحاجات، الذكاء الفردي والاجتماعي. إحنا شعوب ذكية جدا نستطيع أن نتكيف بسرعة مع أي وضع وأي أي ظرف كان، التحصيل العلمي وزيادة الطموح، التشجيع نحو الكبار على أخذ دروس ولو بسيطة جدا باللغة لتلبية الاحتياجات اليومية البسيطة، أيضا الاستماع إلى وسائل الاتصال الاجتماعي كالتلفزيون والراديو والأغاني، يعني مو شرط الأغاني، نشرة الأخبار أو إلى أفلام كرتون اللي هي أبسط لغة إنجليزية ممكنة، هذه يساعدهم على التعلم والتكيف لأنه من هذا من أشد العناصر عليها. وبالأخير نقدر نقول إن الله أعطانا الاستعداد للتكيف ولكنه ترك لنا حرية الطريقة والوسيلة لتحقيقه. شكرا لكم جزيلا. شكرا جزيلا. إذا حضراتكم عندكم أي سؤال ممكن نناقشه أو نجاوبه، أو إذا شيء ما يعني ما توضح جيدا تفضل حضرتك أستاذ. إحنا سمعنا شيء عن طول المسمار. نعم. سمعنا شيء جديد. كل اللي تفضلتي فيه. نعم. كأنه نحن تلاميذ صغار. عالمين الألف كيف بدنا نمشي وكيف بدنا نتساءل وكيف بدنا نحسن. لا العفو. نحن هاي الأمور صارت ورانا. نحن عايشين أزمة حديثة. نعم. جينا على البيت لقينا فيه حديثة. نعم. لقينا فيه تطور ما قدرنا نستوعبه، ما قدرنا نقرأه بسهولة، ونوقعنا بشرق وبفخ الإشكالية بين ذاكرتنا وبين الواقعنا. نعم. فهذه الإشكالية كان ينبغي أن أمثال لمعرض الدكتورة لبحث. نعم. لبحث هذه الإشكالية. صح. أين هو العيب؟ العيب. في هذا السلوك اللي أدى إلى تراجعنا بهذه البيئة. أوكي. وأنا ماني شايف إنه في حدا أدى هذا الدور. ما حدا بحث ليش وقعنا بهذه الإشكالية. نعم. ليش نحن العرب بثقافتنا بذاكرتنا بتاريخنا بحضارتنا ما قدرنا تلائمنا مع الحديث. نعم. هون في أسئلة كبيرة تترتب على هذا الواقع وتترتب على هذه الإشكالية اللي نحن عايشينها. للأسف إنه أصحاب الخطاب السياسي والاجتماعي والديني بما فيه الأدب والشعر والفنون وغيره اللي نتجت عنها كانت توظفت بالفراغ، توظفت بخدم ذاكرتنا اللي نحن ضايعين فيها بهذه الحداثة، توظفت بخدمة هذا الضياع. فانقسمنا على بعضنا، صار فريق هون وفريق هون وفريق هون وفريق هون، وكان الغطاء لكل فريق هو المذهب، هو العائلة، هو الدين، هو هذا العودة إلى الذاكرة. وهذه مشكلة، ما قدرنا طلعنا من ذاتنا إلى الجديد، إلى الذي استجد علينا. أنا مختصر فالخطاب اللي اتفضلت فيه
لا أنا راح أقول لحضرتك. أولاً أنا أشكرك على هاي المداخلة. اثنين أنا بالعكس إحنا دا نحكي مع نخبة أعتقد من الأدباء والفنانين والناس اللي ذوات العقول. إحنا أولاً تذكير. اثنين إحنا في حتى هون يعني مثلاً في دوربورن أذكرتهم أنا اشتغلت بأكثر السنة. فكان عندي اقتراح انه نعمل عياده صحه نفسيه اجتماعيه. كل انسان عربي جاي صعب يتكيف، خاصه الكبير. انا هسه دا اقولها، خاصه الكبير صعب يتكيف ويا الحداثه ويا التكنولوجيا. هذه الفجوه صارت بين الابناء والاباء، صار الاطفال يتكلمون لغه يتفقون بها على اهلهم، ما يعرفون يحكون انجليزي، صاروا يخجلون ان يروحون مع اصدقائهم لما يكون اكو كونفرنس او اكو تجمع بالمدرسه ويقولون هذول اهلنا ما يحكون انجليزي يحكون عربي، لان اللي يحكي انجليزي احسن من اللي يحكي عربي. فهذه الفجوه صارت طبعا غصبا عنا، لانه احنا لاجئين. نعم احنا لاجئين، احنا كحكومات ايضا اهملنا الجاليه، أهملناها. يعني إحنا مثلاً عندنا حكومة ما شاء الله، إحنا بلدنا نفطي يمتلك الكثير من الموارد، لكن الجالية العراقية أيضاً تعاني نفس ما تعاني الجالية اللبنانية مع الأولاد مع المجتمع مع، ولهذا أبسط أنواع التكيف راح يكون لو من حضرتك تروح إلى أكسس. أنا أعرفهم عندهم دروس تعليم لغة إنجليزية وعندهم تعليم كمبيوتر وتتعلم شوي شوي. لا يعني العلم لا يقف عند سن معينة، وإن كان بطيئا فممكن نتعلم ونحل هاي المشكلة على مرور الأيام. شكرا دكتورة لبنى.